عبد الله بطل. يستاهل. من بعدك. عبد الله بطل. ساطين وجهك. يلا عبود عشان الوقت. أحسن لي حلوة. اقرا بصوت عالي. أنا نملة؟ أنت نملة؟ اقرا بصوت عالي. نملة. أنت نملة تحدث لنا عن حياتكم. الله عليك حلوة. حمد أنت بشر تمشي ها؟ نملة بتتحدث عن حياتك. أنت نملة تحدث لنا عن حياتك. خربانة خربانة. صح. تقمص الدور جميل. هو لو النملة دي عاملة لقاء في التلفزيون وهو حمد المذيع. حمد حيستنشقها. أنت مذيع ومستضيف النملة. حيستنشقها تختفي. يلا. بدون تنمر رئيسنا. أي نوع من الحشرات عادي. لا أنت نملة. لازم نملة. نملة. عشان صوت النملة. أنت نملة تمشي في الشارع. صوت النملة مختلف أهو. أي تعرف أستاذ علاء؟ طبعا صوت نملة. وط صوتك ها؟ وط صوتك؟ السعبان. بسم الله هذا الدبلة يدعسني الدبلة يدعسني الدبلة يدعسني. في صوت؟ ما يرحم. في صوت هذا؟ ما اللي يتكلم؟ الدبلة يدعسني. بسم الله. نملة؟ نملة تتكلم؟ بسم الله لا يدعسني. أنت نملة؟ البشر ما يرحموني ويلي ويلا. أنت نملة؟ البشر ما يرحموا يا ويلي ولا هالدب دب. تعالي تعالي الله جعل زين اللي لقيت نملة تتكلم. ارحمونا ترانا الدود صغير. أرجوك تكلمين عن حياتكم. أول مرة حصل نملة تتكلم. بس ما تقرب. ما راح أقرب. حنا والله عايشين ببساطة. نمشي نروح ناخذ دود ميت ناكله ونروح ناخذ ورد جبن طايح عسل ناكله ونجي. يجينا واحد دب نفسك ما يرحم يدعسنا. عندكم بيوت؟ ما عندك احساس مشاعر. نملة تتكلم ما تهاوش. عندكم بيوت؟ ايه عندنا تراب بيته كانه هرم مصر. ما شاء الله. ايه. ما شاء الله. وحياتكم طبيعيه؟ طبيعيه. شو الحل مع اللي يدعسوكم في الشوارع؟ الله يسامح ذبحوا امي وابوي اخوي اخو خوي تو يا ويلي ولا يقولون مسعود بن شعفون ادعسوا بسنه. يا ويلي ولا دعسني الله ياخذ عمرك دعسني. يا لا 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 شكرا يا عبد الله. شكرا يا حماده. تقييم دور عبد الله.